بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسن العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وندم وجهت وجه بيان لا تشبتنا تشين تبرت متكتات تلو كمعالم السنة النبوية سلا صوم يعلوتن أحاديثنا من نيو. باب الإفطار للحامل والمرضع. الإفطار للحامل والمرضع لنفس طورنا لا تبيوتش مفطر سلم تشالو حاملتي والمرضعة سايل لمن قرر حاملة مالت نفس طور لما لا تهرن نفس طور سيت هرن متونه لم دنو حاملة يالتبانو حامل لا يقول نفس طور يهلال لمثال نائم وندنو نائماس سيتنا طيب حامل لوند حاملة لسيد ازي لنفس طور لمالت لا تطعطوي لمالت بتاونتو يتلمدك على المرضع اصله ما طغات يميل يوند سرا دلم منانو مارغز يميلهم يوند سرا سلال ادل የሴት መለያ ፊደል መጨመር አላስፈልጋቸው ማረቦች ቋንቋው ሐሚላ ብትል እንደውም ይስቁባል ጥሩ አረበኛ የሚያውቁ ሰዎች ግን አሁን ያለው ሐሚላ ነው ማለት ሐሚላ ከሆነ የምትሽከም በትክሻው የምትሽከም ወራሷ ላይ የምትሽከም ነው ማለት ነው እንጂ ሐሚላ ለወዷ ለነፍሰ ጡርነት ሐሚል ነው የሚባለው ሙርዲዕም እንዲሁ ሐይድ ይወራው ያየሽ ለማለትም حائض نونج حائضها يبان لمن يورا باي ما وند يمياسات قال ادلم يي ادلم يي ياو عندك غزي فرنسايي يا يوند باچو على ادلي ني نغر اقالو تنش عربيا تنش موكراچ بيقول نوركو تنك تمرت نبر يميتاكم تمرت نبر كن من من يارغا هيا متكمطاچو عربيا سات مارو اغراچو منس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك لا تلك شما قل لنا لا تلك أرجيت ما افتر تفكروا له هما يتقان الصوم أن يفترى إن شاء صوم بيجنو كفلقوا لصومو ويطعم مكان كل يوم مسكينا ويمدق ما افتروا بيان داندو كان عندان مسكين ليابلو ففقدوا اللاتشوان ثم نسخ ذلك في هذه الآية يمكتلوا آية لاي قرآن يمنا قروا شعروا يعني من يملوا فمن شهد منكم الشهر فليصم ورو لا يدرس من شهد مالت يا يو لمالت نو يدرس بيت مانن الشهر يعني نور يتنيا ور شهر رمضان الذي انزل فيه القران يا لو كسب فيه السور لا يتغني سو فليصمه يصومه بلو الله اسجددنا وثبت للشيخ الكبير والعجز الكبيرة اذا كان لا يتقان الصوم لا شماغل ليوچ داروگيتوچ مايچلو كهونه ليافطرو تفقدلاچو كزي يا ليابلو والحامل والمرضع اذا خافت افطرت سياف النسوم دمو نفس طروانا اطبي واسيت كفروا الى اذا خافت كفروا فرحته هلتاينت نو عندنيا لراساچو ياقتنال بلو ليفروا يچلالو ليلاس من فراتان ويه حصانو يگدال طوتاي نورنيم بلا تفرات بهولتوم گيزي ليا فطرو تفقدلاچو ينولال من عباس واطعمتا يا بلالو مكان كل يوم مسكينا لياندانو تن مسكين يا بلالو ماوطات كانچالو نجي قضاي بلاچو لمالت اياسيزم يلالو ابن عباس نفس طورنا يا طباچ يا طباچ يالشيت እንደ ሽማግሌዎች ያበላሉ እንጂ ፍጡር የለባቸውም ወደሚል እንትነ ቀዳ የለባቸውም ወደሚል ያሳያል ግን الراجح من اقوال الفقهاء ለሰጡራም ወልዳ መታጠባውም ጡትቶ ልጁ ነጻ ስትሆን ቀዳውን ታውጣ የሚለው
ይሄ ነው ትክክለኛው አባባል ክፍያ የለባችሁ ሌሎች ሁለት አባባሎች አሉ አንደኛው ማብላት ነው እንጂ ጭራሽ ቀዷም የለባችሁ የሚል ሁለተኛው ደግሞ ሲያወጡ ቀዷውንም ይያበሉም ነው የሚል አለ ሁለቱም አባባል ማስረጃ ያለው ትክክለኛው አሁንም ደግማለሁ ያፈጥራሉ نفس ጦርናት አልቻለችም ወይ ደግሞ ታጠባለች አልቻለችም ታፍጥርና 10 ቀን ከበላች ልጁ ሲወለድ እና ነጻ ስትሆን መጾም ስትችል አቅም ሲኖራት ወይም ደግሞ ህፃኑ ምግብ እየበላ ጡቷን ሲተውላት ያንኑ 10 ቀን ብቻ ነው የምትጾመው ማብላትም አይፈልግባትም የሚወጅበው የማን ነው የሚወጅበው የሚወጅበት በሷ ላይ ነው በሱ ላይ ነው የሚል خلاف አለ ከተወለደ በኋላ በሱ ላይ ነው ከመወለዱ በፊት ለልጅም ብላ ቢሆን በሷ ላይ ነው የሚሉ ተሟጋቾች አሉ ለማንኛውም ዋጅብ ነው ካልነ መሰጠት ዋጅብ ነው ከተባለ ማን ይስጠው የሚለው ነገር ላይ ሌላ መስአላ ነው የሚሆነው النافع ان ابن عمر سئل عن المراه الحامل اذا خافت على ولدها نفس طرسيت لجن من لجن يغدوال ليه صومي بلا كفرات من تارق تبلو سيطيقوا قال تفطر تفطرنا وتطعم مكان كل يوم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطه ለእያንዳንዱ ቀን ለአንድ ምስኪን አንድ ፍኝ ስንዴ ትስጥ አሉ። ስንዴ ሆናል አንድ ፍኝ ማለት ግማሽ ኪሎ ነው? ና አንድ ሶስተኛ? አንድ ሶስተኛ ቢሆን ስንት ነው ኪሎ ስንት ነው ዛ? ኪሎ ስንዴ ስንት ነው? 10 ብር باب ما جاء في حكم القيء للصائم صومنيا من በግራም እኮ ፍኙን ስናቀው ነው በኪሎ ነው ወደ ኪሎ ነው ሩብ ኪሎ ነው ማለት ሩብ ኪሎ ሩብ ጉዳይ አይደለም ሩብ ኪሎ ነው ባቡ ማጃ في حكم القيء للصائم ለጾመኞች ማስታወክ حكمه ምንድነው ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه قيء وهو صائم يصوم ياله توكا عشان نفوت يوطى بسو فليس عليه قضاء قضاء اللبتم وإن استقاء لما سوطات مكر عدرقو كتفاقن فليقضي قضاء وطاء اندي تارقو نمي سوطاو براسو زادي يقد لانكاو النقطو مالت هذا اللي أساسو عند سو يوني نقر سياي مياستاو كوسوال يعني نيايل ياستاو كوال ويوني نقر تنقلاتون ياساس سبال ياستاو كوال ወይ የሆነ ነገር ሰውነቱን ይነካል ያስታውቀዋል በምንም መልኩ የግድ ጉሮሮ ላይ ማስገባት ብቻ ሸርጥ አይደለም መኪና ላይ ካለ መኪና ሲገባ አዎ እሱም ከሆነ አዎ መኪና እ ላ መኪና የሚያስነሳበት ከሆነ በጾም መኪና ላይ መሰቀል የለበትም ለምን ሊያፈጥር ነው መነሽ አለበት ጾሙን የሚያበላሽ ነገር ነው የልቁንስ ረመዳን ላይ ተውኪያ ምን አገናኘው ነው ተውኪያና ረመዳን ምን አገናኘው አሁን ብቻ አይደለም ድሮም እንዲህ ያለ ነገር አለ ማለት ነው ባዶ ሆድ ሲሆን ወይም ደግሞ በተለይ በልቶ የተኛ ትንሽ አይንቀሳቀስ አይረጋጋ የተኛ ሰው የሆነ ነገር ሲያምሰው ቆይቶ ልውጣ ይላል ሰው ደግሞ ወዱ ውስጥ ያለ ነገር ሲያስቸግረው መፍትሄው ማስወጣት ነው ብሎ ስለሚያስብ ያንን ያመቻቻል خلاص
تنش مراقون سبسب سبسب بك هذا الرقم اللي أستفعون تلعب يتل يهنن زي دي سرتو اندي وطع هذا الرقم سوق أضايا وطع وانجل اللبت على له. أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه نعم المولى ونعم المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.